اوكي انت بتقدمي اسلوب اغاني جديد، موسيقى جديده، اليوم انت موجوده بقلب الضياف اللي هو بيعتبر اهم مهرجان. نعم. هذا الشيء شو بيعني؟ بيعني لي انه اول شيء انا كثير فخوره اني انا هون وعم شارك لاول مره بضياف، اني عم بلش بين بسين الفني واعمالي اتس جيتينج ريكوجنايز، سو كثير مبسوطه. طب من هون للسنه شو بتوعدي حالك؟ بوعد حالي اني اتطور ان كان على شكل شخصي على صعيد شخصي وان كان بمجال العمل اللي انا فيه اللي هو الفن. بس اللي بينتقدوك شو بتقولي لهم؟ بقول لهم ثانك يو على الاتنشن، واذا كان انتقادهم اصلا يعني منه كثير جارح وبناء انا ما عندي اي مشكله مع المنتقدين. ميرسي، ثانك يو سو ماتش.